السلام عليكم، كيف الأحوال؟ أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. غير درت هذا الفيديو، فقت مع الصباح، فطرت، خرجت مشيت سوبر ماركت، شريت بعض الأغراض، يعني الأكل. رجعت للدار وقلت نعمل هذا الفيديو مختصر، لأنه عندنا الجو جد رائع، يعني ما بقاش داك الصقيع وداك البرد القارس. درجة اليوم كاين واحد درجة، نتمنوا ما ترجعش ديك درجة البرودة ناقص صفر، ناقص 30، ناقص 20، ناقص 18، لأنه بصراحة تقهرنا بداك البرد القارس. كما كتعرفوا واش توقع في مدينة تكساس الأمريكية، يعتبرها الرئيس بايدن يعني واحد المنطقة من كوبا، من جراء يعني دوك الموجة ديال التلج والصقيع، حيث انقطع الكهرباء على العديد من العائلات، وكاين الناس اللي توفات، وحتى يعني دورة المياه في المنازل جمدت. نتمنى يعني تكون هذه النهاية ديال الصقيع، يعني عندنا هنا في المدينة في كنسكون. نتمنى بأن الربيع يعني يدخل عما قريب، كما السنة الماضية في شهر أبريل، لأنه عند دخول الربيع والصيف الإنسان كيحس بالطمأنينة، والنفسية ديالو كتكون مزيانة. غادي تكون هذا الأخير، غادي يكون هذا يعني الأخير ديال الفيديو. نتمنى لكم يوما سعيدا، تحياتي العطرة والخالصة، مع السلامة.